السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الأكلة مغربية أصيلة. الأكلة هي اللحم بالبرقوق والزبيب واللوز. كلشي كيديرها، كلشي كعارفة إن شاء الله. بسم الله. عندي هنايا توابل، عندي سكنجبير، الأبزار، الخرقوم البلدي، واحد نص غوزة، وعندي حب الهل، حب الهل صاين عندي غدا نقسمو شويه نفتحو بحال هكا، وعندي واحد العويدات قليل ديال القرفه، عندي ثلاثه البصلات غادي نشلضهم، عندي البرقوق حيدتو العظم ديالو، حليتو حيدتو العظم، عندي شويه الزبيب، شويه اللوز، عندي الثومه وربع كاس ديال الزيت، قبيطه ديال القزبر، وطبعا الهل، اللحم على حساب. هذا ان شاء الله سهل في النصيب، سهل في غير يعني اسهل حاجه كتجيني انا بالنسبه ليا هو اللحم. النصيب تاع اللحم كيكون ساهل، ما كيكونش واعر، كيتنصب وكيطيب، كيجي زوين، كيجي كيتعلق شويه، كيجي هو هذاك. نعصرو الطاب، نعصر الثومه، شويه الثومه نزيد بزاف، غادي ناخذ هاد القامه كلها، هاد الكوزه حتى نحكم من بعد، العويدات ديال القرفه، حب الهل غادي نحلو بحال هكا، نقسمو على جوج باش كيعطي المذاق ديالو. صافي هادو مقسومين، عندي ديك ربع كاس ديال الزيت، ماشي بزاف، عندي شوية الملحة ماشي بزاف. دابا غادي ندير الماء، هاد اللحم كنديرو كندير ليه الماء في مرة، غنطيبو في الكوكوط بطبيعة الحال، ما كنقليش، نجيب الجزر فيها، ناخذ اللحم، هاد الأكلة إن شاء الله حنا مقبلين على عيد الأضحى إن شاء الله، علاش؟ كيما نديروش هاد النصيب هذا الساهل، كلشي تيديرو كيجي زوين في نفس الوقت، يجي بنين اللحم، غير يطيب اللحم يطيب مزيان وتعلق. غادي نطيبو في كوكوط ماشي طنجرة، داك حب الهل تيعطي فيه واحد المذاق زوين، وملي غيبدا يطيب غادي نحك عليه داك النص ديال الكوزة، غادي نحكها عليه باش كيجي زوين، حتى الكوزة كتعطي واحد المذاق تبارك الله غزال. كلشي هاد النصيب هذا كلشي غنديرو في خطا، البصلة غندير هذاك قبيطة ديال القزبر في الجن، هاديك القامة اللي بقات غادي نخويها، غادي نزيد شوية الماء، الماء اللي غادي يطيب فيه اللحم، الماء اللي غادي يطيب فيه اللحم غنديرو كلها، وغنهل عليه البوطا، مغاديش نزيد البوطا بزاف. دابا غادي ندوز البصلة، البصلة غادي نشلطها، هاد البصلة ديال دابا كطيب مكتبقاش تبان، واخا كتبقى غليظة شوية مكتبقاش تبان. صافي دابا غندير نزيد شوية د الماء، وغادي نسد، غادي نسد عليه كنقط في مرة. صافي من بعد ما خليت اللحم طاب، سديت عليه في كوكوط شي ساعة تقريبا، دابا غادي نخلي، ملي كنعرفو كنحل حليت وحكيت عليه ديك نص ديال الكوزة، كوزة صغيرة ماشي كبيرة، صافي خليتو كيطيب، وملي عرفتو طاب حليت عليه شوية، نفست عليه الغلاقة وخليتو باش كيعطي هاد اللون الزوين ديالو، صافي دابا غنطفي عليه، نطفي عليه
درت معاه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ودرت معاه داك الزبيب وواحد قريصه تاع الملحه وشويه السكر، معلقه تاع السنيده. صافي خليته كيطيب على نار هايله، جا بحال هكا معسل. هذا هو. وداك اللوز طحنته وحمرته شويه في المقله حيت ما طحنته بقشوره، درت واحد شويه هنايا معاه خلطته وشويه خليته للتزيين. صافي دابا غنتلاقاكم باش نحط ان شاء الله. صافي دابا بديت كنحط فيه في الطبسيل، هو هذا بهذا الشكل. هاد اللحم ديال البصله مع كتبقى طيب شويه بشويه كيجي تبارك الله غالي، منقولش لكم كيفاش كيجي، كيجي معلك وزوين. دابا غادي نحط هذيك لاصوص، لاصوص ديال البصله. البصله طابت مابقاتش كتبان، مابقاتش البصله كتبان. شتي كيفاش البصله ولات؟ هاد لاصوص ما خليتهاش، يعني الا بغيتها تحمر بزاف وتجي اللون ديالها محمر كنحيد اللحم وكنبقى هي نشحرها باش كتعطي هذاك اللون، ولكن انا خليتها بحال هكا. صافي هذا هو لاصوص. دابا غادي ندوز ندير غندير هذيك التعليكه اللي درت ديال البرقوق. كيفاش كتجي؟ كتجي غزاله هذه التعليكه هذه ديال البرقوق مع الزبيب، كتجي زوينه. تبارك الله، كنتمنى تجربوها، ولا جربتوها عجباتكم ردوا عليا، كتجي زوينه. ماشي البرقوق بوحدو هكاك وحده وحده، كتجي بحال هذا الشكل. داك اللوز كيعطيها واحد المذاق زوين اللي كطحنتو درتو معاها، كيعطي واحد المذاق زاد. صافي هذا هو، يعني غنزينو بهداك شوية اللوز اللي خليت، يعني نرش شوية باش يعطي واحد المنظر زوين. إلا عجباتكم هاد الأكلة بارطاجيو مع الأهل والأصدقاء وفعلوا الجرس، وكنقدمها لكم بالصحة والراحة إن شاء الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.